رامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. نعم الطريق مباري من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لبرا نحبك ديما تكون باطي للبيت جامي تراطي بس ما كيبري الفوقة في السماء جي في لارسة بيبي لحابة تكون في الطاق مهما وشي قبلكم ريدي كمل عندك دير الصطاق اختم ديما نهار وليل جي مملليل مع نهار حابك تمشي في ترب الأبطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار نحبك تطلع لقار بعد اختحى بكونترا طاقت لها طاقل طيحة في الارض جي من الدبار حابك تبقى تكون باطي بيع تربح لبطاي في لفان جي كلافي كتوار نعمة باطي بالبيت جامي تراطي بس ما كيبري الفوق في الصطاق. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج درب الأبطال اللي يتواصل معكم للموسم الثالث، وهذا من أجل الرياضيين ديالنا، من أجل بارتيسيباسيون تاعهم والتألقات تاعهم على المستوى الدولي. بدون إطالة مشاهدينا الكرام، يلا نكتشفوا سويا أول فقرة الخاصة بعدد اليوم اللي تتمثل في رياضة كرة اليد. إن شاء الله هذه الرياضة تعود تألق من جديد، إن شاء الله هذه الرياضة تعود ترفع الراية الوطنية وتشرف الرياضة الجزائرية أحسن تمثيل. بدون إطالة يلا نكتشفوا سويا رياضة اليوم. كرة اليد الرياضة الجماعية الأشهر في العالم بعد كرة القدم، خاصة في إسبانيا وألمانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية وبعض دول أوروبا الشرقية. تمارس هذه الرياضة داخل الصالة المغلقة بين فريقين من 7 لاعبين لكل فريق، 6 لاعبين وحارس مرمى، إضافة إلى 5 احتياطيين يجلسون على مقاعد البدلاء. مقاعد البدلاء في كرة اليد لا تهدأ أبدا، فتبديلات اللاعبين غير محدودة كما الحال في كرة القدم، إذ يمكن للمدرب القيام بعدد لا نهائي من التغييرات للاعبيه دون تقيد حتى بتقليد أعلام الحكم، وشريطة أن يتم ذلك فقط وفق القواعد المحددة للعبة، وفي حالة المخالفة هناك العقاب الذي يأخذ أشكالا عدة كالخروج من الملعب وترك الفريق منقوصا لمدة دقيقتين وإهداء الخصم ضربة جزاء أو حتى البطاقة الحمراء التي تحرم اللاعب من معاودة النزول إلى الملعب. كان هذا هو الفيديو الخاص برياضة اليوم، لأمل إن شاء الله هذه الرياضة تعود تولي كما كانت مقبل في وقت الجوار توعنا، لتحية كبيرة لهم عبد الملك سلاحجي عبد الرحمن حمد والقائمة طاولة اللي مروا حاضر معنا أحسن حراس مرمى للمنتخب الوطني. واش راك خليفة؟ صافا الله يبارك. 21 سنة زوج مئة ثلاثة وخمسة، الله يبارك، مشوار كبير قده في خلال البطولة العالمية الأخيرة، ولكن عنده بروبلام شعره وراه راح شعر راح مع الخدمه الوطنيه، ما يخفى لك شيء. قالوا انك جوز فلارمي ولا كملت ولا ما كملتش؟ مازالني مع الخدمه الوطنيه. ان شاء الله تكمل على خير. الله يسلمك. تحيه على بالي يعاونوك وسهلوا لك الامورات. بيان سير، انا دوك راني هكذا اورد ميسيون، ضربت قعدت لداخل صافي واحد 20 جور هكذاك و صافا تتعلم بزاف صوالح. بيان سير، خبره اكسبيريونس جديده في الحياة. إن شاء الله تكملنا على خير. إن شاء الله يا أخي. مشاهدي الكرام، حابين تعرفوا أكثر وأكثر على الضيف تاع اليوم، ما عليكم غير تتبعوا هذا الفيديو. ضيف هذا العدد من درب الأبطال لاعب المجمع البترولي وحارس المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة لكرة اليد خليفة، الماضي نحو الخلافة، خلافة كبار الأسماء عند المرمى على غرار النجم الكبير السابق عبد الملك سلاحجي. بدأ غضبان خليفة كرة اليد مع الرياضة المدرسية، ومنها انتقل إلى اللعب في صفوف فريق ولاد عيش بالبوليدة عام 2004، وكان ذلك أول ناد في مسيرته الرياضية. تدرج مشوار خليفة غضبان في عدد الأندية بعد ذلك إلى أن وصل إلى نادي المجمع البترولي، أحد أعرق أندية كرة اليد الجزائرية. وفي هذا النادي تصاعد أداء المسيلي وأبان على قدرات جديدة هائلة بفضل بنيته الجسدية البالغة 1.99 متر و100 كيلوغرام، واستطاع مع الجي اس بي موسم 2014-2015 تحقيق كأس الجمهورية لفئة أقل من 21 سنة، منهيا صيام المجمع البترولي
البترولي في كل فئاته عن حمل الكؤوس ذلك الموسم. كان هذا هو الفيديو الخاص بالضيف ديالنا. نقدروا نقولوا احسن حارس، اطول حارس، اطول حارس ولا ماشي اطول حارس في الجزائر هذا الوقت؟ نورمالمون اطول حارس. الله يبارك، ربي يكمل بخير ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي البدايه تاعك في رياضه كره اليد، وقتاش بدات؟ كيفاش بدات حكايتك معها؟ كيفاش حكايتي؟ كما حكيت معك، ما كانت كما اي رياضي، وين كنت صغير بدات في الحومه نورمال، كنت نسكن في بليده، وين كنا نلعبوا لي ماتش بيناتنا تاع في الحومه نورمال. بديت كره القدم؟ لا لا لا، كره قدم ما يقولك في الحومه. آه الحومه كنا نلعبوا كره قدم، كنت ندير جول. كانت شكون الاخر؟ واحد يحب يدير جول، كنا صغار ما كاش يحب يدير جول. غير انت تحب تدير؟ انا ندير جول نورمال، جات فيا انا ندير جول. من تم بدات من بعد كان عندي صاحبي يدير يمارس كرة اليد معايا، تجي معانا هذه، رحت معاهم. من هذاك النهار دخلت ديريكت ندير جول غارديان ديريكت من هذاك العام. ما تحكي لي لي بارتيسيباسيون تاعك، كوب دافريك، كوب داراب، كوب ديمون، احكي لي عليهم شويه. هذاك العام صدعاني صاحب بوشكيول، هذا كانت كوب دافريك تاع كو ديفوار، كانت عندنا كاتيجوري جان. نقول لك 2012 كنت 15 الله، كان في عمري 15. صدعاني مع المنتخب تحت 19 سنه، وين مشيت معاه لعبت كاس افريقيا هذه 2012، كاس افريقيا تحت 19 سنه. بعدين كان يلحقوا بنا الايفنتيان في بلد واحد في كوت ديفوار، وين زد كي لعبت هذيك لا كوب دي موندي 19 لعبتها بيان، يعني برهنت بلي قادر. برهنت بلي قادر، زاد خلاني مع ليكيب ايفنتيان، كملت لعبت معاهم كوب دافريك لا دوزيام كوب دافريك تاعي في بلد وحده. صح. بعدين في هذاك الايفنتيان تاهلنا المونديال 2013 اللي كان في البوسنه، وين استمشيت مع المدرب حيواني وكمال مويسي اللي كان مدرب حراس كمال مويسي. من تم جات هذا لا كوب دي موند، لعبت كوب دي موند، عاودنا دخلنا، زاد جات كوب دافريك اي 19 في 21 واحده اخرى، كنت مازالني صغير ما نقدر نزيد، مازالني نقدر نزيد لعب هذه في 2014 نقدر نلعب اي 19، كان في عمري 19، لعبت كوب دافريك اي 19 ايفنتيان في بلاد وحده ثاني، لعبت اي 19 ما لحقوا ايفنتيان، كملت معاهم. انت ما حبيتش تكبر غير 16 طولت كاتيجوري طولت. انا نعرفوا بلي الرياضيين كانوا على بالي ما تقدرش تكون كاع الباركور تاعك بيرفورمانس ولا في المستوى العالي. احكي لي وقتاش انتايا بينك وبين روحك قلت انا خلاص ما نوالمش في السبور هذا، نحبس ما نزيدش؟ وقتاش جاتك؟ صلات لي والله، صلات لي وين كنت انا ذاك مانيش زعما ما راني يعني نحكي وبرك خلاص فاتت هذه الحكايه. كنت في نلعب فريق بليده في ولادي عيش بليده، هي هذاك الفريق تاعي اللي بديت فيه، نسيت ما ذكرتوش. تحيه لسكان بليده ولادي عيش، وين كنت حاب نغير الفريق، كنت خلاص دخلت ليك ناسيونال، منا لازم نغير فريق نزيد نكون احسن. طلبت نغير فريق ما خلاونيش، ما حبوش، قال لك لا تزيد معنا. كنت وليدنا تريح معنا. عاطيك صح، انا
تما شغل صارت لي هذيك خلاص شغل دوك هادو ما خلونيش نروح ملي حوسوا عليك وانا حاب نروح صراو شويه مشاكل وين خلاص حبست هون باغ خلاص ما نزيدش. انا اليوم لازم نروح نشوف واش من الصاله كدير فيها لي ريغروبمون وراك تبريباري بور لي شامبيون دافريك ان شاء الله بالك نديرك بلاستيك. مرحبا بك حبيبي داود وسمونا مستمدان. انا نقول داود يا خويا اليوم دير لي تيست ولا لقيتني مصلح باش نولي غارديان عيط لي كيف ماشون ديرك بلاستيك ان شاء الله. مرحبا بك صعيبه شي كونفيونس في روحك الوغ دوك نتلاقاو ان شاء الله في صال دي سبور اللي راه المنتخب الوطني راهو يدير في اخر كيما نقولك الروتوشات ديالو باش يكون حاضر في خلال البطولات الافريقيه اللي حتجرى في الكابون سنه 2018. بالتوفيق لكم نتلاقاو في الصحة. تدريبات شاقة راه يقوم بهم خليفة لا بريف نحى 35 كيلو في 3 مور. حكي لنا 35 كيلو وقتاش نحيتهم وكيفاش نحيتها؟ هاد ال 35 كيلو كانت 2012 عام 2012 وين دخلت مع المنتخب الوطني كنت 130 كيلو. كان المدرب انا ذاك كان صالح بوشكريو وداود عميروش وين انا بالنسبه ليا كنت نشوف روحي نورمال حاجه عاديه كنت 2 متر 130 كيلو كنت حاجه عاديه نورمال نقدر نوطريني نقدر نو عادي نورمال. بعدين كي بدات لاشر تاع لي ستاج نطري المصباح نطري المشيه مع الكوتش داود عميروش عملت لي صعوبات هذاك البوا اللي كنت بيه عمل لي صعوبات وين اثر لي على لي جونو تاعي كنت سفريت مع الكوتش. بعدين بدينا مع لي ستاج هذوك بدات الخدمه ولا شارج بدات لا شارج راحت 3 موا راحت واحد 35 كيلو لان حيتها في 3 موا نحى 35 كيلو في 3 موا الو رونطريني نحي حتى 40 كيلو خفيفه. انت حاليا راك تابع المجمع الفارق مجمع البترولي شفناك مؤخرا اللي نقدروا نقولوا ماركش لعب بزاف على المجمع هاد الحاجه مأثره فيك ولا لا؟ اكيد هاد الحاجه تأثر فيك بارابور غارديان بوت ما في بالك في الشامبيون تاعك ما تلعبش اكيد راح تأثر عليك تأثر على اي حارس مرمى ماشي غير انا اي حارس مرمى ولا جوار تاع سبورتيف اللي ما يكونش في التيران تونطريني باك نقول لك تقدر تونطريني زوج سوايع في النهار اربع سوايع في النهار ما تلعبش مادام كومبيتيسيون وين ما تكونش حاضر مع اصحابك ما ديرش جول ولا ما تكونش في التيران هذيك لا بريسيون ما حش تكون لك في لونطريمون لونطريمون تقدر تونطريني لاز نورمال بصح النهار الماتش تكون الضغط تاع الجمهور تاع الماتش ابريسيون هذيك ما انت تراطيها كيما تلعبش. انا نقول لك مازالك 21 سنه مازالك القدام ان شاء الله تلعب كامل لي ماتش مع المنتخب ان شاء الله. اسك خممت تحترف ولا لا؟ كيما نعرفوا جاوك دي كونتاكت منه من سي فري هما جا ديبوي 2013 كان عندي كنت 16 هكذاك كان عندي كونتاكت في ايكيب لا سويس كانت في 2013 هذه مونديال تاع الروس
عملنا مونديال في البوسنه عام تاع البوسنه. الله يبارك انت بزافك وبديهم مون بزاف كون سي فري سموك شافي اليوم ما شفتش شويه بارابول ديميتراز هذه كانت عندي ديجا ان كونتراكت في شاف هاوزن ايكيب من لاسويس. انا نقول لك علاش 3000 قول لي عن جوار تاع هون يلعب في البرصا ولا في ان شاء الله ان شاء الله اذا جات ما نقولوش لا لا ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. خليفه كاميرا هي قدامك واش راك حاب تقول في قلبك لصحابك الناس اللي طرينيو معاك اللي عندهم بزاف ما شافوكش فاميلتك؟ تفضل. الاول انا نشكر كامل المدربين اللي خدمت معاهم ما نقدرش نذكر كامل اسماءهم. نشكرهم على المجهودات اللي كانت اللي عملوها معايا والثقه اللي عملوها فيا. نشكر كامل اصحابي كبير وصغير اللي نعرفهم تاع 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 الحومه ولا تاع ولا تاع تاع سبور. نشكر نحييهم كامل نشكرهم. ان شاء الله كاس افريقيا هذه نكونوا بارابول جروب تاعنا نكونوا يد واحده ان شاء الله باش نعملوا نتيجه ونفرحوا الجمهور كره اليد ولا الجمهور الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله. انا نقول لك ثاني نشكرك انت على جري تاع اليوم. نشكر ثاني كامل الناس اللي تبع البرنامج ديالنا. نقول لكم يعطيكم الصحه. نقول لكم ثاني لحقنا نهايه البرنامج وعليا غير نقول لكم بقى على خير. انتظرنا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى وبطل كالعاده في البرنامج ديالنا. انت وحتى انت تقدروا تكونوا هكذا. ما تنساوش اي رياضي حابين تشوفوا في البرنامج ديالنا او رياضيه ما عليكم غير ترسلونا عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه. ما نطولش عليكم نقول لكم بقى على خير الاسبوع القادم. خويا تهلا في روحك سلام. ان شاء الله 2018 كوب دافريك ان شاء الله يا ربي جيبوها لنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على خير. نعم طريق مباري من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لي براو نحبك ديما تكون باطي البيت جامي تراطي باسمك يبريل فوق في السماء جي في لا روسا بيبي لا حابتكم في الطاب مهما وشي قبلكم فريدي كمل عندك دير الطاب اختم ديما نهار وليل جي ما من ليلة مع نهار حابك تمشي في درب الابطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. رامي احكي مليح.